السلام عليكم بنات، كي دايرين؟ لاباس؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. وصفه اليوم لي شوسون عامرين بالدجاج. الصراحه البنات كيجيو خفافين وقطنيين كما كتشوفوا. كنتمنى يعجبكم الفيديو، تابعوا حتى الاخير. ويلا نبداو المقادير. بالنسبه للعجين كنحتاج واحد الكاس كبير ديال الحليب، قياس 200 مليلتر، ربع كاس ديال الزيت، واحد البيضه كنديروا البياض وكنحتفظوا بالصفر، ومعلقه صغيره ديال الملحه، معلقه ديال الخميره، ومعلقه ديال السكر. صافي، هنايا درت الدقيق البنات، هنايا تقريبا خدا ليا نص كيلو ديال الدقيق. المهم بالنسبه للقوام ديال العجينه البنات خاص يكون خفيف بحال ديال البريوش. صافي، من بعد جمعتها خليتها ترتاح تخمر، دزت شلطت واحد البصله وزدت عليها واحد تقريبا واحد الرابعة ديال الدجاج مقطع طريفات، وخلو اللي رقدته من قبل درت فيها البنات غير عطريه عاديه، البزار شويه، البزار شويه، الملحه، سكينجبير، شويه الخرقوم، وشويه الزيت والثومه والحامض. صافي، من بعد ملي تحر هذاك الدجاج زدت عليه طريفات ديال شامبينيون وشويه الربيع. صافي، انا ملي خمرات العجينه غادي نجمعها البنات شويه بالدقيق، نحاول معها حيت تلصق شويه. المهم غنجمعها مزيان ومن بعد غنسرحها بالتلاك ونبدا نقطع فيها. طبعا البنات هنا ملي سرحت العجينه غادي نجيب هذه الاله، هذه اللي خاصه باللي شوسون، راه صراحه كتنفع وراه موجوده في الاسواق كتباع. كنقلبها وكنبقى نقطع بها بهذا الشكل هذا باش ناخذ نفس القياس ديال الدائره ديال هاد الاله هذه. المهم تابعوا الطريقه كيفاش غادي نبقى نعمر، وتابعوا الفيديو حتى الاخير. هنايا البنات درت الفرماج ديال لي ساندويتش، يمكن لكم نتوما ديروا الفرماج اللي بغيتو. صافي البنات، هنا ملي ساليت هذوك لي شوسون عبد التعمار عطاوني تقريبا جوج طاوات، ومن بعد كنجيب هذاك صفاره البيضه اللي خليت قبيله تندهن به، وكندير شويه الزنجله من الفوق. بالنسبه للفران البنات عندي 170 درجه مده تقريبا ساعه، كندير العافيه من التحت ومن بعد عاد من الفوق. المهم كيخرجوا على الطريقه هذه، تيجيو البنات خفافين وقطنيين، اكيد غادي يعجبكم الا جربتوهم. المهم كنتمنى يعجبكم فيديو، كان هذا هو الفيديو ديالي اليوم، كنتمنى يعجبكم. الى عجبكم طبيعة الحال ما تنسونيش من اللايكات، وتنقول لكم بالصحه والراحه، ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله. السلام عليكم.